انت ما عم تصدقني دكتور ما؟ انا عم بسمعك مشان اقدر ساعدك. بس انا هذا الشعور متاكد منه طول الوقت. في حدا عم يضل وراي وين ما اروح وين ما عم بمشي. في حدا عم يراقبني. ما سألت حالك ليش؟ ضروري اسأل حالي ليش؟ إذا عرفنا ليش ممكن نوصل لحل. كثير من الأحيان إحساسنا هو اللي بيعطينا الدافع لأمور جديدة، وعقلنا الباطن بيبعث لنا مسجات. هاي المسجات لازم نحللها ولازم نفهمها. أنا مشان هيك عم بجي لعندك، بدي إياك تفكر لي هاي الرسائل. أنا بدي أصل للحقيقة. الحقيقة ما حدا رح يعرفها غيرك. لازم تغوص بماضيك وبذكرياتك وتيجي تشاركني فيهم، يمكن وقتها نقدر سوا نوصل للحقيقة. خلص الوقت، خليها للجلسة الجاي. اوكي نديم، على موعدنا. شكرا دكتور. مع السلامة. الله معك. الله وكيلك يا سيدي ما اجا لهلا، ما اجا، انا ناطره.